السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم آدم. والنهاردة يا جماعة هنلعب لعبة ببجي في التحديث الجديد، بيقولوا عنه دراجون بول. وانا طبعا يا جماعة ما تعرفوني، انا من محبي شخصية جوكو. ايه يا فريشة بقى؟ فريشة بقى انا ما عارفه. لا بيقول بقى اوكي. طبعا يا جماعة انا كنت ما جربتوش من زمان، يعني فايه تقريبا انا فاكر ان كنت يعني انا اعرف ان جوجو بيطير وكل عارف كده. تحت الصندوق افتح. طيب مش هتفتح يا جماعة، هو اللي مش عايز. يا جماعة احنا هنضربه كامي هامي ولا ايه؟ طب ايه ده؟ طب اشمعنى هما كانوا بيستخدموه معانا؟ طب يا جماعة هندخل. طبعا المكان شكله حلو جدا، تحس المكان جامد. بابجي اكس دراجون بول، طبعا اكيد بولما هي اللي سايقاه. طبعا انتوا اكيد عارفين بولما، اكيد بولما هي اللي صنعها وبتسوها دلوقتي، وكل اكيد عارفها، دي هي المخترعة بتاع دراجون بول. يعني لو بدونها ممكن اغلب الحاجات اللي انتوا شفتوها زي ان هما يسافروا بالمستقبل ما تكونش موجودة من الاساس، بس عادي. طبعا يا جماعة اوعوا تنسوا تحطوا لايك واشتراك. اشتركوا يا جماعة، يعني اهم حاجة عندي اللايك مش الاشتراك صراحة، فعايزكم تحطوا لي لايك مش لازم اشتراك. ايه من بدايتها كده هو بيضرب على ايه؟ اوف، يبقى فريزا وفيجيتا اتعاونوا على قتلي. طيب واو، اغرب بقى يا جماعه حاجه ان انت تكون بتحاول تنزل في مكان ما فيهوش ناس يطلع لك اتنين، والاتنين يبقوا متحدين في البدايه بعدها يتخانقوا. يعني دي اغرب حاجه تحصل. ما كانوا متحدين يا شباب، كانوا ايه عمالين يضربوا عليا انا. خشت كمان جيم، لان اللعبه بجد يا جماعه اول ما فيجيتا وجوكو دخلوا، يعني فيجيتا وجوكو اللي هو دراجون بول، يعني لما حطوا اللعبه بدات احسها ممتعه، فيها تنوع. عارفين يا جماعه لما اللعبه ما تكونش فيها تنوع زي روبلوكس، في البدايه كان فيها تنوع شكل معين، دلوقتي بدات اللي هو تبقى على حاجه معينه، ان هي تبقى حاجه زي الحقيقه، يعني تبقى الشخصية تبقى شبه البشر. معناها يا جماعة انتوا عارفين مشهورة بسبب ارجوك خليني اضرب. طب اشمعنى هما بقى؟ انا عايز اضرب، انا عايز اضرب، انا عايز اضرب، عايز اضرب يا ابني، عايز اضرب. مش هينفع اضرب المكان ده. او ماي جاد، يلا يا جماعة انا مع السلامة، انا هطير يا جماعة وامشي. يلا اوكي يا جماعة، هو انا طرت عشان دي كانت موجودة ولا اول ما بقرب منها اللي هو بيشغل الطيران؟ مش عارف يا جماعة. على العموم هو الباب، ويا رب بقى ما نزلتش في مكان، انزل على طول وان شاء الله توصل هنا كويس. هناك هنزل يا جماعة، احاول ان انزل في اي حتة، المهم ما يكونش معايا اي حد. هنزل يا جماعه في مكان هايبرو. اوكي يا احي، في حد في حد في حد. انا جوكو يا ابني. طبعا يا جماعه انا مش عارف ليه ما بياخد الحاجات دي بوت، ان شاء الله ما يكونش في حد معايا هنا. انا معاك اكون مع حد عشان ادرع نفسي وابدا اللي هو اظبط نفسي. بقى يا رب ده، يا رب بقى الاقي. طيب تأثري مش تعرف شو وانا ما انا رايح، ما انا رايح، ممكن اخسر يا جماعة، واحنا مش عايزين كده. احنا عايزين ايه يا جماعة؟ سيبهم يتقتلوا عشان انا عايز اطلع من العشرة الاوائل. سيبهم يتقتلوا بعدها نبدا احنا من ايه. اوكي صندوق فوق،
اوكي ليه وقف؟ السبب يا جماعة ان في ده اللي هو اوكي صح يا جماعة، نسيت اقولكم، بصوا انا اقدر اطوره، هطورهم بقى. ده برضه طوره تاني، مقدرش اطور تاني ليه؟ في حاجة ان انا باخدها تقريبا يا جماعة، الاصفر والاخضر هحتاج ان انا اخدهم عشان اقدر اطور، اللي هو الاحمر اللي هو الالوان دي. اوكي ازرع حلو هات. اوكي سامعين يا جماعة وانا سامع؟ اوكي هحاول يا جماعة ان انا انا نفسي يا جماعة دلوقتي الاقي حد، بس المشكلة ايه يا جماعة؟ اللعبة المفروض تكنيك، يعني تبقى على مخطط معين. الاصفر يا جماعة مبقتش محتاجه، لان مفيش اي حاجة معايا باللون الاصفر، فمش محتاجه، محتاج الأزرق والأخضر برضو. اوكي دلوقتي بقيت محتاج الأزرق، هاتو محتاج دلوقتي الأزرق. لحظة يا جماعة انا ههاجم، خلاص زهقت عايزة اهاجم. بصوا يا جماعة هو لو مش ريف، بصوا انا هبدأ اللي هو ايه، امسك السلاح اروح رايح، يا رب ما يشوفنيش، اضربه باول حاجه كامي هامي، بعدها يبدا اجلده. لحظه ايه ده، ايه الدوامه دي يعني؟ هي بتاعت ايه؟ ايه ده؟ دي قفص. خلاص انا عايزه اطير. تمام انا كده رجعت، ما هو المكان ده مش انا اللي رو... مش انا روحت يا جماعه للمكان ده، رجعت له تاني ولا ايه يا جماعه؟ ده مكان جديد ده ولا ايه بالظبط؟ ها خلينا نقول خلينا عندي الصوت. لا هما فين؟ الناس راحت فين يا جماعة؟ Airdrop has 30 seconds to arrive. خضتني الست دي. طبعا يا جماعة انا محتاج من ده عشان ايه؟ اقدر استخدمه. شفتوا يا جماعة؟ جماعة نضرب كامل. ايه اللي بعمله ده؟ انا هتجنن. رحت فين؟ تخبيت فين؟ راح فين يا جماعة؟ راح فين؟ اختفى يا جماعة، اختفى تماما. طب مش مهم بقى؟ ايه
ده ازرق، هاتوا يبقى طبعا يا جماعة الشخصية ممكن مترضاش تاخد، بس لازم ان انتوا تاخدوها عشان ايه، لو عشان هتحتاجوها يعني على نفس اللون اللي هو البتاع، يعني انا حاجة مش محتاجة الا اصفر. مين مش محتاجه؟ لا بيقول لي انها محتاجه. احنا كلهم محتاجه. طيب يا جماعة انا على العموم همشي. طيب نشوف تاني يا جماعة. يلا كابلع ياض. هاي طبعا ايه مع الدرع متضرر. طب درعي بتاعي مش متضرر قوي، خلي اخد بتاعي. لا ده بياخد الاحسن. Airdrop has 30 seconds to arrive. طبعا هناك في دروب مش مهم. دي بتاعت الدخان طبعا يا جماعة. الحاجات دي انتوا عارفين جايبينها منين صح؟ الخضرة دي اكيد جايبينها من بولما، واللي برضو بيسأل مين بولما، البولما بتاعت اللي هي المخترعة في دراغون بول. Airdrop is approaching. عايز راحة يا شباب، انا عايز اللي هو ايه اطور الشخصية يعني خلاها اقوى في اي حاجه، مش عارف ازاي بس عايز. اتوقع يا جماعه ان كان في معجن عند الدروب، يا ريتني رحت وكنت جلدت لي شويه كده اهو دروب وكانه لسه نازل. خليني اروح له واشوف، ممكن ما يبقاش عنده حد واكون اخدته خلاص بقى. واو دروب وقع هنا وجنبه صندوق. لا لا لا، والصندوق يا جماعه مش بيتاخد، لكن في هنا حاجه ملناش دعوه بيها. خد له شويه حاجات ماشي، بس ايه كل ده دي حطها بعدين ماشي. اوكي خلينا نطلع يا شباب كده، مش اي حاجة بحطها شوية. طب مفيش حد، متقوليش ان هما هيقتلوا بعض جماعة. المرة الجاية اللي هو هنخش في مكان اللي هو فيه ناس اكتر فهتشوفوا معجنة المرة الجاية بجد يا شباب. الجيم الجاي هتشوفوا معجنة، لو اوريكوا معجنة انت هتقولوا بذات نفسكوا دي معجنة يا جماعة. اخيرا قادر يا جماعة اطورهم. مفيش حاجة اقدر اخدها اخدها. اخيرا قدرت اطورها. خلينا ناخد يا جماعة دول، اتوقع ممكن اللي محتاجهم ودول برضو. شنطتي الحمد لله. Airdrop has 30 seconds to arrive. اوكي يا جماعة شوف لفوق مرة تانية. Airdrop is approaching. اوكي يا جماعة اخيرا قدرت اهرب. اجري لا
حرام ما كانش معايا بتاعه البطل الهيلز متابعه. طبعا يا جماعه انا قلت ايه في الجيم الجاي؟ هعمل معجنه. يلا يا جماعه يلا بينا على المعجنه. وطبعا هنكون يا جماعه ايه 4 فرق، يعني اللي هو فريق من 4. طبعا يا جماعه انتوا عارفين بيبقوا كام شخص؟ 100 شخص. يبقى هتبقى معجنه بس لما نخش ان شاء الله. واو احنا يا جماعه، انا يا جماعه اول ما دوست دخل، اول ما دوست وانا 4، ما خليتها يعني على 4 اشخاص اللي هو فريق واحد، راح ما شاء الله داخل على في ثانية. طبعا يا جماعة اكيد جوكو، يعني اكيد جوكو. ايه ده وليه ما فيش حد؟ الو 49 مكتوب 49 لاعب، فين؟ ما بيلعبوا معايا 600 ولا ايه؟ واحد طلع. تعالى يا قول لي مكانهم فين يا ابني. ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ يعني انت هنا مستخبين يا جماعه؟ مستخبوا مني وفي ايه؟ هو انتوا خفتوا مني ليه؟ مش اخده. اوكي طبعا يا جماعه كده هنبدا. وطبعا طالما قلت معجنه بحق معجنه هتحصل. انا قلت بجد في معجنه، انا قلبي وانا احساسي بيقول لي ان في معجنه هتحصل. يا جماعه عايزين ان احنا المره دي ننزل مع ناس. ننزل يا جماعه هناك، اوكي يبقى في ناس. طبعا يا جماعه اللي يعرف ببجي فهيكون اكيد هيبقى عارف ان المفروض بينزلوا باللي هو بباراشوت. انا جوكو يا ابني، احتاج باراشوت ليه؟ احتاجه ليه اساسا؟ ايوه شلنا الباراشوت وحطينا دراجون بول اسهل. طبعا يا جماعه لازم يا جماعه نبدا بقى نلوت. هو مين الشخصيه اهي؟ ده التاخد تاني. هو ده انا نازل هنا يا جماعه عشان الاقي ناس. اي حد مش حد موجود اساسا. وات ده يا جماعه؟ انا هضرب كامي هامي لو خطر. ايه ده مجوات؟ ايه وانا معاني ما كنتش جاهز قوي بس خلينا نشوف. ايه ده وات هيلستس؟ رجعوني. ايه يا جماعة مش البوابة بتشتغل مرة واحدة؟ خلاص الحمد لله. خلينا هنا يا جماعة. وهو انا اول مرة اعرف ان في بوابة. وديتنا مكان فيه شيست. طبعا يا جماعة احنا لازم نطور حاجات ادواتنا عشان ايه نقدر نهاجم بقوة وبسرعة اكبر. الله صندوقين في نفس المكان. واو طبعا يا جماعه يلا بينا نطور. تقريبا يا جماعه كامي هامي مش هخليها اللي هو قويه قوي، هخلي اللي هو بتاع اللي بتضرب دي هي قويه عشان ايه هي اللي هحتاجها تقريبا اكتر. تمام يا جماعه ناخد لنا شويه من الازرق، حبه حلوين كده. يلا بينا يا جماعه نطلع فوق بعدها هنبدا نجري. طبعا هنطلع فوق ازاي يا جماعه؟ ثانيه ازاي بس اطلع فوق؟ هطلع له طيران يا شباب شكلي. انا مش معايا انبوبة الطيران. طب ازاي اطلع؟ في سلم هنا يعني؟ فيش. عايزين نطير مش هعرف. لحظة مش لازم اطير، ما انا اقدر اعمل كده. انا فالحوس انا فالحوس انا الفلحوس بحق. تمام يا جماعة اوكي حاجات حلوة اوي. ثانية بس هي الحاجات دي بتعمل ايه؟ استني خليني اشرب. طب دي ولا دي برضو؟
تقريبا يا جماعة لما بتدمش. اذا اشتغلت حلو هرجع يا جماعة للبركان ان شاء الله، بقى الاقي هناك حد ان شاء الله. صح طبعا، لما عاوز ادور على حد ما لاقيش، ولو كلب في الشارع ما لاقيهوش، لو كلب. اما بقى لو مش عايزة الاقي اي حد الاقي مليون واحد. يعني دي هي الحركة اللي بتحصل لاغلبنا، يدور على حاجة يدور على حاجة ما يلاقيهاش، معناها تبقى قدامه كل يوم، كل يوم اهي قدامه. اوكي انا استعدت. Airdrop has 30 seconds to arrive. Airdrop is approaching. هاي ابلع نوب طبعا. طبعا هو اكيد يعني اكيد زعل. انا عارف يا جماعة لما بتخسر بتزعل، انا عارف ان هو زعل. لا 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 لا، في حد دمشني، في حد ضربني، في حد يا جماعة ضرب. يا جماعة انا ههرب ههرب ههرب. هيا اوكي ليتس جو. هناك روبوت اطفال. اوكي اوكي بسرعة بسرعة يا شباب، لازم اللي هو اخد الحاجات، خدها لو مفيش حاجة محتاجها. او ماي جود يا شباب، محتاج ان اخد دي على السريع. اجري يا ماكسي. اوكي طبعا يا جماعة قناة برلانت فر اللي هو اسمها اولى المفجي، هو ده اسم قناة برلانت. ياريت اللي هو تروحوا تشوفوها، كان هي قناة حلوة بجد، من اجمد القنوات اللي انا شفتها. وطبعا ياريت اللي هو تشوفوها يعني عشان تدعموها، لان هي لسه يا جماعة مبتدئة. يعني عشان بكم انا ما اتدمجتش. بص يا جماعه واحد تاني، يلا هو فين؟ هو في صندوق بس مش عايزين. اطلع اطلع. هيشوك ان في حد ان شاء الله. لا اوكي لا يا جماعة لازم اهرب. احي ورايا ورايا، مش هيسيبني. اوكي
is approaching. Oh my god, يا جماعة كنت هموت. Okay. Okay, يا جماعة. بس طالما يا جماعة انا قلت لكم ان في ايه معجنة، كنت مركز بس خلاص. طبعا يا جماعة كنا لنهاية الحلقة، ان شاء الله بجد يا جماعة الحلقة تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك، فعلوا كمان الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وصراحة بقى يا جماعة انا مرات بعمل فيديوهات بس ما بيجيبش واحد لايك، صفر لايك، ويجيب لها مشاهدات خمس مشاهدات، تمن مشاهدات كده، ما بيجيبش واحد لايك، صفر لايك كده. صعب اوي لما تجيب لايكات. ياريت يا جماعة تحطولي لايك، او لا مش لازم تحطولي لايك، حتى لو تحطولي اشتراك لمدة 5 ثواني وتشيلوه ماشي، انا موافق، وتعملوا كده ماشي. بس المهم يا جماعة كل حاجة في اللي هو الاهتمام. ويلا مع السلامة.